Aí. إذن تأهب واستعداد من طرف جميع السلطات الأمنية والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية من أجل الزلزال اللي وقع واللي ضرب ليلة أمس بالمملكة المغربية. إذن التواصل ديال القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية مجندة، وتسخر جميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، حنا الان كنتواجدوا امام الوقايه المدنيه، الشاحنه والسياره ديال الاسعاف واقفين تحسبا لاي طارئ. والسلطات الامنيه كلها مجنده، يعني البارح بالليل جميع المناطق الامنيه استدعت رجال الامن، يعني حتى اللي كان ما خدامش راه دخل البارح يخدم، ربما حتى اللي كان في عطلة. وهذا إن دل على شيء فإنه ما يدل على أن هاد الناس هادو راه كي يعطيو وقتهم وحياتهم وروحهم فداء لهاد الوطن. إذن مشاهدينا الكرام، من أمام الوقاية المدنية بعمالة مولاي رشيد تجند وتسخر جميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم مساعدة لازمة وتقييم الأضرار إذا لا قدر الله وقعت شي كارثة في مدينة الدار البيضاء. فجزاهم الله اكيد عنا كل خير. خويا مصطفى لهما، لا السلطات المحليه لا السلطات الامنيه لا قوات المسلحه الملكيه اللي كيسخروا امكانياتهم وجهدهم ووقتهم من اجل الحفاظ على سلامه وممتلكات المواطنين. لأن أمام الوقاية المدنية تسخير جميع الإمكانيات تحسبا لأي طارئ بعد زلزال أمس واللي ضرب المغرب بقوة 7 ريشتر. أمين يا رب، أمين أمين. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب، الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر. إذن مشاهدينا الكرام، تحية تقدير واحترام وإجلال لجميع السلطات الأمنية، السلطات المحلية، القوات المسلحة الملكية،
الوقاية المدنية، المجهودات اللي كيقوموا بها في مثل هذه الطوارئ، واللي الكل كيشتغل بدون توقف و 24 ساعة على 24 ساعة. يعني حتى الناس اللي كيكونوا في عطلة راه تيجيو يخدموا.